صورة من صور التضامن في هذا الشهر الفضيل تم رسمها من خلال تنظيم تظاهرة إفطار جماعي للأطفال المصابين بمتلازمة الضوء. أجواء رائعة صنعها هؤلاء الأطفال بعفويتهم خلال المناسبة، والتي كانت من تنظيم جمعية مفاتيح الجنة بولاية برج بوريرج. قمنا اليوم بإفطار جماعي مع الأولياء وبعض المدعوين اللي شرفونا بالحضور تاعهم. بعد الإفطار قمنا بحفل ديني وأنشطة للأطفال تاوحنا. المناسبة التي شهدت مشاركة عدد معتبر من الأطفال المصابين بمتلازمة داون لاقت استحسان المشاركين وأوليائهم على حد سواء. الأولاد مساكن مدة 20 يوم ساكن ما يخرجوش من الدار، يعني كي جاوا لهذا المبادرة للحفلة هذه، والله العظيم يعني شفنا فيهم يعني استراحة ما شاء الله، يعني نحاو واحد الضغط، ضغط كبير. نشاط يعني مليح، يعني الإفطار والحفلة هذه والسهرة، يعني سهرة مناسبة ومليحة. عجبتني بزاف، كثر خيركم وعطيكم الصحة وعلى هذا الشيء كامل. موعد آخر ستضربه جمعية مفاتيح الجنة في الأيام القليلة القادمة من خلال تنظيم حفل لتكريم حفظة كتاب الله من فئة المصابين بمتلازمة ضامنه.